كذب عليك قلت ما فهم حتى شيء، كل شيء قادر عليه التونسي صدقني، انا نغزر فيهم بعناية. هل يقول لك ما فهميش وما فهميش وما كله؟ قولوا يا ربي لك الحمد، قال ربي حمدني نزيدكم نعمة. شنو هو هذا الناس باقي مع الناس غالية درا شنو وبرا غالية ما تشريش. نهز شكشوكة طيبت نهز نعاون بها، أنا جارتي ما عنديش ماكلة، نعرف اللي ما عنديش شبي شكشوكة حرام، ورانا لباس علينا منين تدورنا لباس علينا ويكفي. لا 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 مش هك لبس علينا، وين لبس علينا؟ لبس علينا شكرا. هذا شنو رايك في قفة الزوالي؟ والله قفة الزوالي كل قدير على قدره يا اخي، شنو واحد باش يمشي يشري علوش ولا باش يشري بقاري كامل؟ كل واحد هو مصروفه هو وعائلته هو واموره، هذيك هي كل شيء. الخيرات السبعة موجودة في تونس، ويني هاك تتفرج؟ ويقول لا لا فما الفلوس ما شاء الله، لبس عليهم التوانسة لبس علينا بالمجد، ويأخذ في جيراية وهو لبس عليه صدقني. مادام عملت طلع على الأسعار كي دخلت المرشي، هاني كنت توا يا أخي، أنا هاني كنت نقضي كل شيء في متناولنا، ها نقضينا شبيه السبناخ يظهر لي 600 باهي ما واش خايب، مازال كهبط برشا حاجات توا ليه ما شاء الله. هاو يقولوا الغلة ما عادش من أساسيات المواطن، ما عادش خلط عليها واللحم والدجاج. عليه خذيت الرمان وخذيت كل شيء. لا 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 مش لازم اللحم مش نموتوا، لا أنا اليوم فطوري برغل بالخضرة شبيه أي عز ماكلة، لا تونسيون لا شحم في الدم لا حد شيء. لبس علينا وصغار كيوفة الحليب عندهم كعبة العظام موجودة، كذب عليك قلت ما فهم حتى شيء، كل شيء قادر عليه التونسي صدقني، أنا نغزر فيهم بعناية. هل يقول لك ما فهميش وما فهميش وما كله؟ يعني التونسي عنده يشكي ويبكي؟ لا ديما يشكي ويبكي، كل ما نحل التلفزيون أنا مرضت مرضوني بصراحة، تشكي وتبكي عليه. وقت اللي تمشي تقع عنده الزيتون والوطا غاديك زعما تجيب له فلوس ولا لا؟ ها لا تخلطها الحوت واللي يخلص مثلا ياخو في 200 دينار باش تعمل له ما اقل من 200 يخلص اقل من 200 ولا بس عليه، فمش واحد يخدم في خدمه واحده، الناس الكل يعاونوا. حاجات الزايده ينجموا ينحيوها، امشي على قدك امشي على قد مصروفك، عارف كيفاش تعيش مادام كيفاش تتصرف مثلا كي تاخذ مصروف من الناس. انا قلت لك نتصرف على شهريتي وراس بنتي، نتصرف على شهريتي عادي جدا جدا زايده، شبيه لا هو عيب لا هو حرام. قفتك قداش تكلفك؟ قف كي تقضي تدخل تقضي قداش تكلفك القضيه باش طيب طنجره؟ تتكلف لي يا اخي، انا توا مثلا يتسميو بنات ولدي جاوني اليوم ضياف بحذاي، فهمت؟ مش كيما ناكل وحدي، فهمت؟ لكن الحمد لله قولوا يا ربي لك الحمد، قال ربي حمدني نزيدكم نعمه. شنو هو هذا الناس باقي مع الناس غاليه درا شنو وبرا غاليه ما تشريش؟ برا امشي تطق تو الدقلة، فما رخيص وفما الغالي، تطلع الفوق ب5000 الكيلو دقلة، بعرجينا ب5000، شنو هالقوة هذية؟ ساعات واحد والله يدخل بعضه، احنا شنو نحبوا؟ نحبوا نكونوا لحمة واحدة، توانسة ديما لحمة واحدة، شكون ما يعاونش خوه المؤمن؟ بلاش ماكلة ليه نهز شكشوكة طيبت نهز نعاون بها، أنا جارتي ما عنديش ماكلة، نعرف اللي ما عنديش شبيه شكشوكة حرام،
تموت زعما عباد كرش يا اخي غادي كفريفش قاعدين ياكلوا لا يذبحوا لك الدجاجه لا عندهم قسميه يقولوا ماني نعرف انا عندي فكره مش ما عنديش فهمت ما نكذبش عليك انا بنت العاصمه بنت تونس راني اما نقعد بيتها في العبيد نهار كيم تشكي وتبكي صراحه يعيشكم ويفضلكم يا توانسة يا نحكي للناس الكل كافي تشكي وتبكي ورانا لباس علينا منين تدورنا لباس علينا ويكفي لا 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 مش هك لباس علينا وين لباس علينا لباس علينا شكرا هذا الدنيا غلات فما شيء لباس علينا بني خذ الشيء اللي تقدر عليه خذ الشيء اللي تقدر عليه قل الحمد لله شنو كيفاش تعيش تعيش لاباس عليك كيفاش لاباس عليا انا كاريه ماء وضو وكري شنو نخفي جرايك نسكر عيش بيني القناعه القناعه وهذا ما فماش القناعه ما فماش يا ناس يا توانسة تفائلوا خيرا تجدوه يا ناس يا توانسة راو النداء خاص للتوانسة رانا لبس علينا راو اللي تطلب في تونس تلقاه موجود الخيرات السبعة ما شاء الله بالله نبدأ نمشي في الشارع ونقول ما شاء الله على بلادنا فين تمشي تتفرهد فين تمشي في كل شيء ما شاء الله تو تمشي انت في السلاعه في المناج شوف اذا كان ما تقع حتى حد وبالصغا فهمت اما غاديكا ديارهم تبارك الله لا يدفعوا في كري هوني تونس هوني الفرنك يخرج لكن يزمك عندك مخ وتعرف كيفاش تصير تعرف كيفاش تصير ماشي شي ضايع هكاكا شبيه وبرا نهارك اللي تشكشوكا ولا نهارين ولا ثلاث شنو الكيلو الحم يقولك 30 باش تشري كيلو الحم تشريها قد مصروفك 3000 الحم يركبولك طنجرة وهبرة زيدة من فوق قولي لا زيدة في هذا هاي وين اللي حب يفهم هاك اللي عنده مثلا برشا في العائلة اش يعمل واحد ياكل وعشرة اخزر لي عندهم برشا في العائلة ناس كل تتخادم وناس كل تدخل في الفرنك وكذب عليك اللي ما يدخلش في الفرنك وسامحوني وهذا اللي عندي أنا قلته والله والله يلي نحمد الله ونشكره في البلاد العزيزة الغالية يا ولادي يكونوا كتلة واحدة وعرفوا اللي تبارك الله خيراتنا من المستحيل تكون موجودة في حتى بقعة في حتى بلاد